بسم الله الرحمن الرحيم. آيات تفهم خطأ. يقول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني 90% تقريبا من المسلمين ممكن مش فاهمين الآية دي فهم صحيح. الآية بتتكلم عن غزوة بدر، لأن دي في سورة الأنفال، وسورة الأنفال بتتكلم عن غزوة بدر. في غزوة بدر ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلمين يصابون بالنعاس والنوم. النوم ده كان أمان ليهم الخوف، لأن طبعا المشركين كانوا أكتر من المسلمين، فده ممكن يسبب لبعضهم الخوف. فربنا من رحمته جعلهم ينامون. الإنسان أحيانا يكون محمل بالهموم أو بالخوف، ينام يصحى يلاقي نفسه نشيط وذهبت عنه هذه الهموم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء. ربنا أنزل المطر في غزوة بدر. المطر ده كان ليه أكتر من فائدة: ليطهركم به، الناس اللي نامت وصحت على جنابة، الناس اللي عايزة تتوضى من الحدث، الناس اللي عايزة تنظف أبدانها، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الشيطان عمال بقى يقول لهم: انتوا على جنابة، انتوا ازاي تحاربوا الاعداء؟ طب اتوضوا الاول، طب اغتسلوا الاول، طب هل ربنا هيقبل جهادكم؟ فهم اصيبوا في حالة من التوتر والايه بسبب وساوس الشيطان. انما وجود المية خلاص هنغتسل، هنتوضى، هنصلي، هنحارب، عشان ربنا عز وجل يعني بذلك ابعد عنا وساوس الشيطان. وليربط على قلوبكم، وجود الماء نعمة، الإنسان بيحس بعدها بالنشاط والحيوية بدل ما كان مفيش مية. آخر حاجة: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهي دي النقطة اللي كتير من الناس فهمها غلط. ويثبت به الأقدام مش معناها الصبر، ومش معناها التحمل، إنما معناها المعنى الحقيقي ويثبت به الأقدام. أيوة، لأن المطر لما بينزل هيخلي الأرض الرملية تتلبد وتتماسك، فرجلين الجنود أو رجلين البعير أو أرجل البعير ما تسخش في الأرض دي. إنما لما الأرض يبقى متماسكة يعني بسبب المطر، الأقدام تمشي في ثبات، وده يساعدهم على مجابهة الأعداء والنصر بإذن الله. فمش معنى ويثبت به الأقدام يعني تصبير المؤمنين، لا، معناه فعلا يثبت الأقدام. الأقدام ما تزلش ولا تسوخ في الأرض الرملية، بل تثبت بسبب تلبيد الأرض بالمطر. في صحيح بعض المفسرين اللي قالوا معناها الصبر يثبت بالأقدام، لكن القول ده استنكره الإمام الطبري شيخ المفسرين بشدة، وقال: وهذا القول يخالف ما عليه جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، إن كلهم متفقين إن يثبت به الأقدام يعني المقصود الأرض التي تماسكت، فاستطاع الجنود أن يسيروا عليها بشكل جيد، ومن ثم يحاربون أعداء الله ويجاهدونهم. فده من الأخطاء الشائعة والفهم الخاطئ اللي أردنا أن نصححه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.